السلام عليكم. اسمي ياسمين هشام. اسمي رقية. اسمي مهاب تايف. اليوم سنتعلم الأعداد العربية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. يلا يا رقية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ثمانية، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. يلا يا محسن. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. سنعود أرقام. عندما يوجد مكرونة، نأخذ واحدة مكرونة زائد واحدة مكرونة زائد واحد يساوي اثنين. يا سنعود واحد، اثنان. سنأخذ ثالثة، كم يكون؟ اثنين زائد واحد ثلاثة يكون. يكون ثلاثة. سنعود واحد، اثنان، ثلاثة. ناخذ ثالثة، الرابعة. اثنين زائد اثنين يكون أربعة. سنشوف واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. نأخذ ثانية. عندنا ثلاثة زائد اثنين يكون خمسة. سنعود واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. عندنا خمسة. نأخذ ثانية. أشكر عندي أذري. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. عندك أيضا مثل عندنا ثلاثة زائد ثلاثة يكون ستة. سنشوف واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نأخذ واحدة. عندنا أربعة زائد ثلاثة يكون سبعة. سنشوف واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. عندنا سبعة حبات. نأخذ واحدة ثانية. عندنا أربعة زائد أربعة يكون ثمانية. سنشوف واحد، اثنان، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. عندنا ثمانية حبات. سنأخذ ثانية حبة. واحدة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. عندنا تسعة حبات. سنأخذ واحدة. عندنا خمسة خمسة زائد خمسة يكون عندنا عشرة. سنشوف واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية.